الكاتب المسرحي والصحفي الكبير الفنان الحسين الشعبي لإلقاء كلمة في حق فناننا المخضرم عبد الله ديدان. السلام عليكم. شكرا سي محمد بنضار ممثل جميل، شفتوه في الفيلم مع سي محمد الجنبيك عقلت عليه هو هذا. شكرا للاخت الممثله الفنانه الجميله لمياء خربوش على التقديم الجميل. انا في الواقع باش نهضر على عبد الله ديدان ماشي سهل، وحتى نجم ماشي سهل تهضر عليهم، ولكن تنطرح واحد السؤال، واش زعما نتوما كاملين محتاجين شي واحد يدوي لكم على الجم ولا غادي دار؟ دخلكم بالله. غير البارح ولا اول البارح سي محمد الجم جاتو واحد المفاجأة، واحد الشركة فرنسية عملت واحد السونداج، واحد الاستطلاع في المغرب على النجوم الأكثر محبوبين عند الجمهور ديالهم المغربي. اشنو كيحبوا المغاربة أكثر؟ ترشحوا شي 220 شخصية تقريبا ما بين الرياضيين وفنانين وسياسيين إلى غير ذلك، وكان من ضمن العشرة الأوائل سي محمد الجم. بارك غير هذه عبد الله ديدان كل ما نهضر عليه بغيت نقول واحد الكلمة في حق الجمهور الجميل. أنا شخصيا وقلت لك قبل سي الجم الشعب ديال مدينة الردان ما كاينش بحالو نهائي. الطريقة باش رحبتوا بنا ومن جيتوا معنا في الديفيلي من البداية حتى النهاية بواحد النظام جميل، بواحد الحب، بواحد الفرح، كنشوف الفرح في عيونكم، حنا تحبوا كتفرحوا بالفنانين ديالكم، واليوم في هذه الحفلة ديال الافتتاح أنتم جالسين منضبطين تبارك الله عليكم، كتجاوبوا برافو عليكم، والله قسما بالله من كل قلبي خالص. سي عبد الله ديدان أنا عرفته مازال صغير، هو ماشي أنا. عرفتو ملي يلاه بدا المسرح، واليوم هو متألق بالفن المسرحي بالدراما التلفزيونية السينما، أصبح حاضر حقيقة بشكل كبير وبشكل تنافسي، دار بلاصتو بواحد الشكل كبير جدا في ظرف وجيز. منين جا هادشي كله سي عبد الله ديدان؟ ما قراش المسرح في المدرسة، ما قراش المسرح في المعهد، بحال نجم نتا هو راه ما قراش المسرح في المعهد، المعهد ديال الله بدا، هادي واحد 25 عام ولا، ولكن هاد الناس هادو قراو تعلموا الخشبة، وعندهم الخشبة بحال شي قداس ولا شي محراب، عندهم الخشبة مقدسة، ملي كيدخل ديدان الخشبة كتلقاه مازال كيترعد، واخا هو ممثل كبير، كنسميوه في المسرح الطراح، خوف، حضر معنا ممثلين هنا تيعرفوا هذا الشيء. مهما بلغت من النجوميه لابد ذاك القداس وذاك الهيبه ديال الخشبه كتكون عندك. من تما جات المهنه ديال السي ديدان وحتى السي الجم طبعا. المدرسه الحقيقيه هي الممارسه، هي الاحتكاك. سي عبد الله ديدان لعب ادوار كثيره في مسرح الهواد، وادوار مركبه لنصوص كاتبينها كبار الكتاب المغاربه على راسهم السي عبد الكريم الرشيد الله يطول عمره، لعب ايضا في المسرح الاحترافي لكبار الكتاب المغاربه على راسهم المرحوم الطيب العلج. ديدان كيلعب المسرح بواحد العشق، بواحد الحب. ديدان ما كيتشرفش على المسرح، ديدان ما تيقولش لنا اش غيعطيني هذا المسرح، تيقول اش غنعطي انا للمسرح، وبالتالي اش غنعطي انا للبلاد، اش غنعطي انا للجمهور. هذا هو ديدان اللي عرفتو من صغرو، انت يمكن الاخوان اللي حاضرين معنا هنا يشهدوا على هذا الشيء. ديدان ايضا استطاع انه يخلق واحد القنطره، واحد الجسر ما بين المرحله الهوايه والمرحله الاحتراف، وتألق ايضا في هذه القنطره اللي هي خشبه انتقاليه من الهوايه للاحتراف. هذا الانتقال تحك وجر فيه مزيان شخصيته ومهنته وتجربته، ومن ثم انطلق مباشره التلفزيون والسينما اصبح انسان متألق. طيب سي المسكين الصغير هضر على الكوميديا،
ديدان وحتى الجن ماشي هما اللي اختاروا الكوميديا، لان اللي اختاروا الكوميديا يمكن اجياف مغول هذه وقعت ديانات غير اللي جاو تيقول نابورت كوا، وبالتالي يمكن الواحد يدير الكوميديا باش يضحك الناس. هاد الناس اللي نهضروا عليهم اليوم كيديروا الكوميديا جوج الحوايج، جوج الاسباب، ربما السي الجن هضر عليها في الفيديو. الهدف الاول هو اسعاد الجمهور، ادخال السرور والفرح في قلوب الناس، وهذا الدور ديال الكوميديا الحقيقي. الهدف الثاني هو تمرير رسائل وخطابات اللي فيها قيم نبيله، فيها افكار صالحه، حيث بالكوميديا يمكننا نربيو المجتمع، بالكوميديا يمكننا ننتقدوا المجتمع. السي محمد الجم والسي عبد الله ديدان لعبوا هذا الدور عن طريق السخريه، كيسخروا من الواقع وكيخليكم تضحكوا على الواقع ديالكم. هذا هو المسرح الهادف اللي اشتغلوا عليه الاخوان منذ ان بداوا مساره المسرحي. طبعا ديدان ما بقاش فقط في الكوميديا، لانه انتقل السينما انتقل التلفزيون، كيولي احيانا الاخراج او الانتاج او السيناريو كيطلب منك اشياء باش داكشي اللي بغيتي انت. لذا ديدان كان عنده القدره الهائله انه يلعب ادوار اخرى من غير ادوار نمطيه ولا ادوار اللي معروف بها الى غير ذلك. ولكن مع ذلك يمكن لي نقول واحد باش ما نطولش عليكم، واحد القاسم مشترك ما بين السي عبد الله ديدان والسي محمد الجم، رغم انهم تألقوا في التلفزيون والسينما اصبحوا نجوم وخدامين مزيان، ما عمرهم غادروا الخشبه، على عكس اخرين مشاو نسوا الخشبه كيرجعوا للمسرح. علاش كيرجعوا للمسرح؟ لانهم تيحبوا المسرح، ولانهم تيعرفوا بان في المسرح كيتعلموا يوميا. وهذا التواضع خص يكون عند الفنان بحال اللي كان عند السي محمد الجم وعند السي عبد الله ديدان. شكرا لكم على تكريمكم لهذا الهرمين من جيلين متتاليين، شكرا لكم على تكريمكم لتكادا وعلى جمعية الشعاع تراث المسرحية لبنان وديال المغرب، شكرا لكم على هذا المهرجان الجميل. بغيت نشكر ايضا الناس اللي وقفوا وراء هذا المهرجان بجد باش ينجح، قبيله السي حمزه المدير ورئيس مسرح الافق، اثنى على مجموعه ديال الشخصيات والشركات والمؤسسات الرسميه وغير الرسميه والمنتخبين اللي ساعدوا هذا المهرجان. انا ايضا بدوري نقول لكم شدوا هذا المهرجان، عضوا بالانجاد على هذا المهرجان. الجمهور الجرداني هذا يصبح اليوم مكسب ديالكم، والمسؤولين ديال تيرودان خصو يبقاو يطرحوا ان هذا المهرجان يكبر ويولي مهرجان دولي، ولماذا؟ انا كنشكر السيد الوالي، كنشكر السيد حسين امزال العامل ديال تيرودان، لولاه حقيقه لا ارمي ورودا لانه صديقي وعزيزي واعرفه منذ زمان، ولكن اعرف ايضا انه محب للثقافه وللفن. كنتمنى ان السيره الاواصر بينكم كسلطات المنتخبين مع المجتمع المدني والمجتمع المسرحي ديال تيرودان انها تطور وتعزز ويكون فيها واحد الشعار كبير هو الحب والحب والحب. شكرا لكم.